المسابقة التاسعة في كتاب خلاصة أحكام رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده هنتكلم عن الباب الخامس في الصيام. إيه الباب الخامس؟ اللي هو ماذا يفعل المريض في رمضان؟ إحنا خدنا أول باب ماذا نفعل في شعبان؟ ماذا نفعل في رمضان؟ ماذا نتجنب في رمضان؟ ماذا تفعل النساء في رمضان؟ أدينا أربع أبواب، والباب الخامس ماذا يفعل المريض في رمضان؟ ما أنواع المريض؟ المريض نوعان، يرجى برؤه ولا يرجى برؤه. اللي يرجى برؤه واحد عنده دور برد، واحد عنده عملية طحال، واحد عنده عملية كسر ومتجبس، واحد عنده عملية قلب مفتوح وربنا يشفيه ويقدر يصوم بعد كده. الذي لا يرجى برؤه بقى واحد مريض بمرض الشيخوخة، واحد مريض بالسرطان وسرطان قوي جدا ومعروف ان هو مش هيقدر، واحد عنده سكر من الدرجة العالية قوي اللي هيفضل طول عمره كده خلاص مفيش امل، دي اسمها مريض لا يرجى برؤه. طب ما حكم المريض الذي لا يرجى برؤه؟ يفدي عن كل يوم 700 جرام رز. طب ايه الدليل؟ قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى عندي خمسة يطيقونه، يعني يفعلون الصيام بصعوبة. مين الخمسة دول؟ رقم واحد الشيخ والشيخة، رقم الثلاثة الحامل، أربعة المرضع، والمريض الذي لا يرجى برؤه. الشيخ، الشيخة، الحامل، المرضع، المريض الذي لا يرجى برؤه. دول كلهم بيفضوا عن كل يوم 700 جرام رز. طيب ما حكم صاحب العمل الشاق؟ صاحب العمل الشاق يقضي، مفيش حاجة اسمها فدية. ليه؟ لماذا لم نلحقه بالذي لا يرجى برؤه؟ لأن هو عمله دايم. نقول عشان الراجل ده لازم ياخد أجازة أسبوعية، ولو خد أجازة في الأسبوع يوم يبقى عنده 52 يوم أجازة. مفيش حاجة اسمها صاحب عمل شاق يفدي، تفضل في رقبته. مات من مات عليه صوم صام عنه وليه. طب ناخد النوع الثاني بقى، المريض اللي يرجى برؤه. المريض اللي يرجى برؤه ثلاث انواع: مريض يجب الفطر، مريض يحرم عليه الفطر، مريض يستحب له الفطر. يجب عليه الفطر، يحرم عليه الفطر، ويستحب له الفطر. من المريض اللي يجب عليه الفطر؟ لو صام يموت. ولا تقتلوا انفسكم. طب ايه المريض اللي يحرم عليه الفطر؟ المريض مرض لا يتعارض مع الصوم. يعني واحد صبعه يوجعه مثلا، يقول لك انا صبعي يوجعني افطر؟ يقول له لا، وجع الاصبع وجع حاجه لا تؤثر على الصوم لا تجعلك مريضا مفطرا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. وبعدين ده لو قلنا كده يبقى مفيش حد هيصوم، لان مفيش حد يخلو من عله. طب من المريض الذي يستحب له ان يفطر؟ الذي اذا صام زاد المرض، زاد الالم، تاخر البرد. اذا صام زاد المرض او زاد الالم او تاخر البرد، ساعتها يستحب. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. طب ما حكم مسلم صائم عمل الافعال الاتيه؟ خد اطرف مناخير. احنا عندنا المداخل الشرعيه أربعة: يا فم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر. الأنف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. العين، عند الأئمة الأربعة لوجود قناة دمعية تصل بين العين والحلق. الأذن لو كانت مصقوبة. دول الأربع مداخل. أي حاجة تخش من الأربعة دول تفطر، اي حاجه ما تخشش منهم ما تفطرش. طيب واحد حط اطرف مناخيره، ما دام وصلت الحلق خلاص فطرت على طول، ده مدخل شرعي. طب يعمل ايه اللي محتاج ضروري اطرف المناخير عشان الاغشيه تسمح له بالتنفس؟ يعمل ايه؟ يعمل الاتي: يبل قطنه بالقطره ويدخلها جوه مراخيره، ساعتها هتعمل نفس المفعول كانه بالظبط حط القطره. يبقى عندنا ده اول حل بديل. تاني حل بديل يحط هلان، يحط جل. في
في مراهم تتحط تعمل توسيع للأنف، لكن اللي هيحط قطرة كده فطر وعليه قضاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.